اختي السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. كنحيي جميع المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، وخاصه متتبعين قناه باشا العمراني. كنقول لكم مرحبا بكم، وحال دائما راح التحيه للجاليه ديالنا المقيمه في الدول الاوروبيه وتالي مقيمه في الدول العربيه. ودائما كنحيي الشعب المغربي وكنحيي الشعب الجزائري. كنقول لكم خاوه خاوه، ودائما ابقوا خاوه خاوه. وخوتي دائما عاوتاني كنحيي الناس اللي كتكتب لنا داك التعاليق ديال الكلام الطيب، راه كنشكركم عليه، دائما راكم مشكورين عليه، ودائما كتبوا لنا اي حاجه بغيتوها منا طلبوها لنا، كتبوا لنا في التعاليق، ولا عندكم شي ملاحظه ولا شي تشجيعات من عندكم قدموها لنا وكتبوها لنا، راكم مشكورين على دائما. اليوم اخوتي اخترنا الموضوع ديال اليوم، مره كيعجبني نبدا نقاش عن ظهري المافيا المخدره وجقلاله ومصيبه وهذيك، كنقول مره نبدا عاوتاني. خاصة نسكروا على مدينة طنجة، الهينون طنجة عاوتاني، دائما هربوا للماضي، ونشوفوا طنجة كيفاش كانت البارح كيفاش بقات اليوم، لأن طنجة البارح ماشي هي اليوم، والحلاوة البارح ماشي هي اليوم. وقبل ما ندخلوا في هاد المواضيع بحال دائما وهاد القضية ديال اليوم، أنتم بحال دائما إلا عجبتكم شي حاجة ديالنا، عملونا أبوني، وتكون على زر الإشتراك باش دائما يوصلكم الجديد، وعملوا اللايك وجوج مو ودعموا القناة ديالكم، وبارطاجيو دائما القصة باش توصل لجميع الناس اللي بغى يستافد من عندنا واللي بغى يتفرج فينا ويشجعنا ودعمنا. قلنا خوتي اليوم نهضروا على طنجة. طنجة انا دائما فيما كنهضر شي حاجة هكدا كنقول لكم الثمانينات، وانا نشرحكم علاش الثمانينات، لان الثمانينات هي ملتقى الاجيال، وسبحان الله العظيم الهوى والمنظر اللي كان في الثمانينات راه ماشي داكشي عادي، يعني الثمانينات كان سبحان الله العظيم هاد السنوات هادي كان يعني نقول لكم كان كلشي فيها، ديما كنقول لكم هادشي هذا، يعني اللي قلت حتى التعذيب وحتى المشاكل كان كلشي فيها، مثلا حتى سنوات الرصاص والاختطافات والسياسيين كيتغبروا في الحباسات، وانتم عارف هادشي هذا والانقلاب والجقلاله كامله كانت في الثمانينات، وفي نفس الوقت كانوا عاوتاني تزابوا الفلوس وبداو نادي اللي بغى يدبر يدبر واللي بغى يحرق يحرق، اوروبا كانت فيها الخدمه اللي بغى يمشي كان داكشي ساهل، يعني حتى الحريق كان ساهل، ولا وصلتي لاوروبا تخدم. يعني كان واللي ما طلعش من اوروبا بقى هنا وكيديرها والفلوس دار عين الويده ديال الفلوس فين ما ضربت يدك تجمع الفلوس. وانا بغيت نهضر على واحد الظاهره اللي كانت موجوده بصح منتشره في الثمانينات وحتى في التسعينات، حتى دابا ربما تقدر تقول لي راه باقا دابا ربما داكشي ربما قليل، وحتى لا كان ماشي ما فيش شي حلاوه ولا شي طعم اللي هو اللي غادي نقولوا بحال اللي كان في الثمانينات ولا اول اوائل التسعينات. هاد الظاهرات هي عندها العلاقة بالقمار بالميسير، يعني كيبقى القمار واحد يعني واحد النوع آخر كان مشهور ومنتشر في طنجة، أنا كنهضر على طنجة، وهاد النوع ديال القمار هدا هو الضابو، الرومانة مغمطة والزهر تحت اللاطة، دابا طنجة هو الدراري كدا اللي كانوا كيعرفو هاد المنظر ديال الضابو كيفاش كان، وما كانش اللي ملعب فيها الضابو، ما كانش من اللي لعب فيها الضابو، أنا كان في واحد النشاط وخا ما الناس العادي ماشي كيشو عندهم يلعب. علاش كان في واحد النشاط وفين الربحة؟ لا فين الربحة يعني تباع ما فيش في الترافيك ولا الغوشة ولا شي حاجة غمق عليك لا والو، الضادو في السد نوامر من واحد لستة كيتحرك في اللاطة كينزل صافي، واللوحة مكتوب فيها السد الأرقام نزلتينا أي حاجة فوق شي رقم كيطلع ديك الضادو الرقم ديالك كتدي لي مرور في خمسة مثلا درهم تدي خمسة دراهم، خمسة دراهم تدي 25 درهم، شي درهم تدي 10 دراهم عادي، وكاملين لعبنا وكاملين ربحنا فيه. كتجي ماشي مرة كتكون عندك 10 دراهم كتمشي لك، ولكن الأغلبية كتربح كتربح، يعني زدتي جوج دراهم درتي 10 دراهم زدتي كدا عندك ما تربح، لأن فين الربحة؟ وكان ستريس كارطا وكان السمطة، هادو عمرك ربحتي فيهم، عمرك ربحتي فيهم ستريس كارطا والسمطة، ولا يقولوا السميطة، هادو عمرك ربحتي فيهم، ولكن الضادو لا تربح فيه. والأماكن اللي كان التواجد ديال الضادو هذا، حنا كنقولوا حنايا بعد الاماكن هنا كنقولها بعد الثمانينات، دايما كنرجعنا ديك الثمانينات، كانت بنادم اي احياء في الحومة مثلا، عجبنا الحوم طنجة مثلا في مرشان درادي مثلا كنقولو مصلى ولا كاسابارطة او مين ما كان، جميع الاحياء جميع الاحياء، المهم كنقول انا دابا شي باسيون المدينة، انا دابا شي باسيون المدينة، يعني هاو التارة في المدينة بالصغير بالكبير بكلشي، انا هاو دوني المدينة، ملي كتسمع المدينة، المدينة هي عبارة عن بعض الاماكن معروفين. ماشي نقول حنا مدينة قديمة، لا المدينة هي نقولو باب تياترو، السوق برا، السوق الداخل، هادي هي المدينة، كاين ياخد شي باسيون المدينة كاين السوق باب تياترو، باب تياترو كان بحال مدينة بصح كان كلشي فيها، أكثر كان تما جوج السينمات اللي هما كازار وكابيتول، وعاد كان كلشي كيتباع تماك، اللي بغيتي،
لا بغيتي عاوتاني المخدرات الباستيات الحشيش قرو ولا بغيتي عاود ما تحليها كاين فيها الساندويشات اللي كان ديك الساعه اللي بغيتي تصنع اللي كانوا دابا لا كان بالمغربي الله يرحمه عاود الخبز الطرطيه وجقلاله وانت كتعرف الامور ولكن تما اللي كان مهم اللي كنهضر عليه هنا هو الدادو كان تما واحد البرميل ديال الدادو من الصف الثاني سينما كابيتا الدادو كان تما عاوتاني كان دائما من هاد المكان تما في دار الدادو هذا انا كنهضر على الدادو كنركز على الدادو كان تما واحد البرميل ديال الدادو عاوتاني وكان لا ما نسميش قولي كان هادشي هذا كامل اللي كيتحكم فيه مع عبد الله الربيو باش نقول حنا الطيطي هذا ونفسحو عبد الله الربيو هو اللي كان مسيطر على الدادو كان في طنجة كان الأوائل ديالو كان كيلعب الدادو كان عنده الدراري مكلفين هنا من هنا برميل برميل كان عامل في السوق برا وبرميل كان عاوتاني في الدرج ميريكان يعني غور الدار دباغ وبرميل عاوتاني كان في الدرج ديال كنقول واحد الدرج ديال المنزه ديال كابتن الفندق الأماكن ديال فينتاسيم برميل وهادو كانوا كيلعبو ولكن كنقول لك من الباترون ديالو اللي هو كنقول حنايا الزعيم ديالو راس الخيط اللي كنقول تما سميه اللي بغيتي راس العصابه ديال الدادو ولا كدا معلم لان حنا المعلم انت المعلم المعلم هو عبد الله الربيو هو مول هادشي هذا وعم براتوس ديالو وانا كنقول منتشرين وخاصه ملي كيجي العاشور كان كيجي العاشور كان كيتقاف خصافات ممكن موطا ديال العاشور والعاشور كان واحد النكهه خاصه واحد اللي يكون كان في العاشور ما خان نفسرو لك دابا ما تعرفوش لان كان ديك الموطا ديال الخصافات يعني كيبدا عاوتاني بافاح كنقولو حنايا بافاح فينا طلع تنوصل نرد خصافات وهو كان بالعاشور جنب من الشمال واليمين برارك على الفاكيه على الدرابك على القشاوش على اللي قلتي ولكن ملي كطلع من فوقي كتبرد الدادو عاوتاني عبد الله الربيع بلاطوس ديالو تما كاملين كيلعبو الدادو تما انا ما كنسميش ولكن كيلعبو الدادو المهم تملي بدو عاوتاني عاود ديك القهي من العاشور عاوتاني في كوسان ردو عاوتاني تجي التليفون غابر دو عراقيه او نفس المنظر تما كتبر عاود الدادو تما رمينا وكاملين لعبنا شحال مرة كانت عندنا غير 5 دراهم لعبنا الدادو صرعنا عندنا 100 درهم 200 درهم هي من الدادو عادي يعني ثلاثين ربحة وهاد الدادو هانا اللي كيتحكم فيه بصح هو عبد الله الربيو في الايام الهينون ديالو عبد الله الربيو مكاينش اللي مكيعرفوشي عبد الله الربيو ولا مثلا عبد الله الربيو ولا خوتو كامل ولاد الحومه ديالي ولاد الحومه ديالي والناس كانوا واعري والله عمرها سلعه الناس كانوا كنبيعوا الرز بصح لا افلام ولا حمال ولا عبد الحامد ولا صغار مصطفى وسعد الله يرحمه ولا ومحمد اللي كان مع بابا فوق كيلعب بيطه عاوتاني هادو كان كتاع العائله هادو كانوا ولاد الحومه ديالي وهاد الناس هادو كنبيعوا الرز بصح اللي قلتي بصلابه بصحه اللي قلتي ولكن بالمعقول كانوا الرجوله بصح عبد الله الربيو ولا عسلام خاصة عبد الله كانوا الرجوله بصح لان الناس اللي تصرفنا معاهم بعين وشرينا معاهم ايام اللي كانوا مع عبد الله في القهوه وكدا وهادي كنعمل القهوه من القهوه الفوقي ديالها كان فيها القمر كارطه اللي كيبغي يطلع يعيط نادم كيقمر ماشي يعمل لك القنبه في الزنقه تقول قمر صح لا قهوه كيدخلوا لي القهوه وكانوا كيجيو الناس بصح يقمروا تماك الجنبي الرز بصح من القمارة طنجة كانوا كيجيو يقمروا في قهوة عبد الله الربيو معروفين مالو ما نسميهم معروفين كيجي تما وعاد كتقمر دابا حنا هضرنا خاصنا من الدار دخلنا في الكارطة كتقمر ربحتي كتدي فلوس كيجي لي زولو منك والحاجة اللي كانت مخير في عبد الله الربيو ملي كيدخلوا القمر تما كيربح كياخد فلوس كيوصلوا بالطرميسة للدار ديالو تانو تا فين ما بغا يمشي كيوداه باش ميتعمي آلي تعمي حاد يعني كتعرف الرجولة بصح ماشي زعما كنقول لك انا قمار ولا ربحت يديهم لك ولا عملوا كي دراما لا ربحت توصل حتى للدار ديالي معزز مكرم وخسرتي دبر راسك هذه معروفه ومن هذه من طنجه ودرس تاع القمبر ودرس تاع قمر في قهوه عبد الله الربيو وحنا انا بدي من عيت من قمر تما عيت ما ربحت ما نخسر فقط عبد القمر قمر فيها لا بد في ربح وخساره ماشي دائما تربح ماشي دائما اللي غتخسر ولكن اخر ما طبيعي كتقدر الروايه كلشي خساره كلشي خساره حتى واحد ما لعب كارطه ودي عمرنا نقول حنا ملي قمر تعطي القمر وربح واخا تربح اليوم اخر النهايه كتمشي كلشي كتضرب في الزيرو مخير دير بحال في الكارطة المهم كان ايام الدار وكان كنقول مثلا الباطيطو كتحل مدينه هذيك هي مدينه تما كتعاود تتعرى فيها كلشي ولا بغيتي عاود تدخل الداخل كتعاود السوق الداخل عاوتاني عاود السوق الداخل عاود نفس المنظر حاول قمارة تما والقهوة السنتر بزاف ديال القهاوي وبداو عادي لقاو فوينتيت ودا موزيلا وكانت السينما فوكس كتروح سينما تما معروفة سينما فوكس ولا تنزعت برا سينما عاوتاني ميريكان شنو كنقول لك مدينة هناك تما وديك الشي كان الحياة كانت بسيطة كلشي رخيص ما كنت نعرف السينما درهم كتدخل السينما هاد الفوكس كتدخل ب 80 فرنك
وسيري ما تعاوتاني عاوني كنقول سيري ميريكا كتدخل في السيفر وهادو عاوتاني اللي كانوا عباب ديالو حتى ما كنعاوش السيفر كنمشي تما تدور بالله عندهم جوج دراري كتعاود المدينه كتساقط تدخل السليمة وبوكادي وتحلي وانت كتعرفو ما عندي خمسة دراهم راه تعملها ب 16 انا كنقول شي الثمانينات ولكن لا طلعت السوق برا او عالم اخر سوق برا كنسمى سليمة الريف يمهم السينمات هاد السليمة هادي ما كاينش اللي ما تدخل لها شي ولا دخلت لها اول مرة غتبقى ترجع لها دائما ما تبعدش منها فيها التجربة هاد هي السليمة اللي كيدخل لها خويا تفرج كيكون في طهرو وعامل التحف والفيلا خصو يدخل يتفرج واخا الضغط في طهرو الكومة والروينة والتحف وجقلالة وهي اللي خصو يدخل يتفرج السليمة هادي والاخر كنعمل افلام هندويين افلام اللوانة اللي هما ديلي كومار كابور وما تعرفوا ورشيش خانة ويا مشا توصل اميتاوا شوط دامين دراو داو هادي اوائل ديال السينما كنعرف وما كاينش اللي ما يدخل الناس شخصيا دخلوا يتفرجوا في السينما انا ما نساو ولا بالرجال هاد السينما هادي كانت على الحال حطهم خاص عاوتاني يعني في الباب ديالي كنت تما كنا حاطين الترامية عاوتاني عملت الترامية الزور قدامين بزاف من هادي ما يعقلش يعني هادشي دار عاد دار عاد دار عاد ماشي شي حاجة قبيلة يعني شي حاجه قديمه كنهضر حنا شي تاريخ مثلا ما قبل الميلاد انا بلا عاد راه الثمانينات راه بلا عاد يعني كان واحد العالم واحد العالم في شكير طنجه كانت يعني الحيد والحلاوه واحد الطعم شكير كان اللي قلتي كان يعني راه وتي برايا عاوتاني نعاود نفس المنظر برايا وكيرا تما والترين وباب المرسى ونادم كلشي والراوش فلوس مهرقه دخلتي المرسى تخرجي الفلوس دورتي في برايا مع الصرافيه وتحمل في كيرا وتعمل هادو وتخرق الفلوس طلعتي للسوق برا الفلوس الكارو كان كيتباع كارو دمربور مربور كان كيعمل ثلاثة بدرهم ثلاثة كارو بدرهم الباكية اللي تجيب باكية انا كنت كارطونة كارو دمربور كتعمل 27 درهم 25 درهم حتى 23 درهم كتعاود يعني ماشي شي نور شي الحيط كانت بسيطة وكلشي خرج كلشي موجود وطنجة كانت العروسة الشامل عروسة الشامل طنجة كانت بصة طنجة ماشي طنجة العالية طنجة الغالية كانت واعرة بصة وعروسة ولي قلتي كان فيها وما كاينش اللي ما كاينش اللي ما كيحبهاش اما اليوم حتى كتشوف كلشي موجود اليوم عالم اخر العالم الجديد اللي كنقول هنايا كلشي موجود فيه حتى التلفازه كتشعل ما هاي البلازما فيها كتفرج من الاف ديال القنوات العالم كتفرج فيها والبورطابلات على التليفون كنقول هواتف الذكيه كلشي في يدك كتفرج في يدك كتفرج في العالم بداو الشبكه العنكبوتيه والروينه ولكن الطعم ديال الحاجه الحلاوه ما كايناش كاين الطعم ديال الحلاوه ما كايناش شي مره حنا كان حاجه بسيطه ما كاينش هادشي ما كاينش حتى التلفازه ما كاينش كانت التلفازه عاديه صندوقه كبيره فيها الكحل والبيض كت الاذاعه كتفتح في الخامسه ديال العشيه وكتسافر 11 هذا هو هي التلفازه كان بعد الاذاعات يعني ديال التلفازه ديال اسبانيا هذيك ملي كان كيبرد شويش كانت البريميرا والسيكوندا وربما حتى هذيك كانت كانار سور الاندلسيه عاد بعد عاد كانت تيلي 5 وانتينا 3 عاد من بعد اما هادشي اللي كان وكاينو كانت الحلاوه بنادم ما كيعرفش فين يمشي بنادم كيقول 80 لا لا ما عنده فين يعطي الراس ما كاين ملاهي ما كايناش معروف الاماكن اللي بنادم فين كيمشي انا قلت لكم القهاوي كانوا قلالين قهاوي ديال الحمير هيدا ولكن كانت السليمة انا كنمشي للسليمة فقط ومن كي بالليل الحفاري عارف هادشي اللي كاين ما عنده فين يكوزو الوقت وشي ملاهي فين عادي انت كتعرفوا الامور لكن كانت الحلاوه وبنادم كانت صلابه الجنبي الرز بصح والسايبة حتى السايبة كان عندك كان الحوم كل عصابة كل حوم عند العصابة ديالو ملي كيمشي كيمشي شي بوحدو ما كاينش بنادم كيمشي بوحدو بنادم كيمشي بباطيوم يعني مجموعة كل حوم بمجموعة ديالها ومسنحين كلشي مسنح ولكن ماشي مسنح دابا قالك بنانا قالك السايق قالك لا لا شي كما كان بنادم كان مسنح اللي كان بونقشة مضاد بونقشة اللي فاس مع الطرطاقة هذاك اللي كان بنادم كلشي كيتباع عندك بونقشة هذا هو السناء وكاين بعض الطبقه ديك كيقول لك الكسيبه الغليطه ديك بحال داخل شي ميدان ديال الافلام ديال الرومانوف قال لك هاد الزباره عنده الشاق وراه داك بوحديتو اما اللي كان عادي من هذوك الصلاه وهادي كان بونقشه تان 90 فوق عمل كدار انك ساق عليك انك 14 ما عرفش اني عادي اما تقول الثمانينات كان بونقشه كلشي مع بونقشه هذه هي ونادم كيمشي مع الرمه والاكثريه كانت الدبزات هذه المهنات اللي كانت بزاف هي الدبزات الحبال كانوا عامرين بيت بالدبزه كاينش بنات مثلا شي حاجه ما مع بعضيتو هاد الحومه مع الحومه لا طاقه وتخسرت الهضره ولا شي شكل كتسمخ بالدق صافي وربما شحال من روح طاحت في هادشي هذا غير بالدبزه طاحت طاحوا الروح وطلعنا هادو في السوردينات وهادي اما الحياه كانت الحياه مخيره ورخيصه وطنجه كتفدنا واللي ما بغاش يحرق
ديك الوقت هذاك ما بغاش يعمل فلوس راه هو اللي ما بغاش، اما كانت الحياه كان كلشي موجود فيها فهمتيني. وهاد الامور ديال الدادو، هاد الامور ديال الدادو كان 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 واحد الظاهره يعني مشهوره، كلشي كيعرف الدادو، كلشي خصو يلعب الدادو، وكلشي كيلعب الدادو. نقول الصراحه الله يلي كلشي كيلعب الدادو كان ديك الساعه هذه، يعني كان شي حاجه بحال عاديه، بحال شي حاجه يعني شي حاجه اللي تقول لي انا خلينا بالحرام والحلال، لا شي حاجه اللي عادي تلعب الدادو. انا من هذا الشخصيه اللي جالس في صبر ندحس على على البرمي كيصاوب كيعمر كيلعب الدادو عادي فهمتيني. ولكن اللي كان صعيب بصح هي الكارطة، كانت القمارة، قنوت القمارة كان معروف في السوق برا البلايا، وهادي كتبر بنادم كامبير وصح بصح قاس قاسي باقيتهم في الكارطة، وثاني كان يعطيني ناتي كان هيرا هي تحت الدفا هي انت كتعرفو مثلا هي العيطة وبداو تفريو الروينة وهادي. ولكن بنادم هي الدرزة، الدرزة اللي كان كان بنادم صحيح كيدخل على بعضيتو، ما كانت لا غابرة ولا حتى شي حاجة، اللي كان كان شرب يقرقرها بالبينو أولا باسطيات، هذه الحاجة اللي كانت هي الباسطيات، والباسطيات اللي كانوا ديك الساعة كانوا صعابين، كيزاحموا وكيزولوا، وتعرف بنادم كيقدر يعمل مناتيم وكيفطنش كاع، تلا غدا كيتبارك في عام غارق المناتيم كاع ما فطن بهم، أما اليوم لا، الوقت هذا فكل، الوقت هذا البردويات ما كاين حتى شي حاجة، حتى شي حاجة، كلشي مصنع، كلشي بلوكار، كلشي معدل، ما كاين حتى شي حاجة، وبنادم حتى كتشوف الوقت اليوم، بنادم رجع ساهل، لا ملتي مع شي حاجة طولت عليه يديك ربما الله يحفظك تحت لك تأدي طلع عليه بكوندينا على والو، لا خلا، حتى بنادم ماشي صحيح، بنادم كان قبل كان صحيح، وخا بعين ضرب فيه والو صحيح، فهمتيني، حتى رجعت في الدنيا هادي، اليوم بنادم لا، اليوم بنادم على قدو، على حديث هز ذاك الماء الله يحفظ، وعاد بنادم الله يعفو عاوتاني عاود بلي اللي دار صد الوقت هذا. لي خرج على الباشا وطحنت من هنا وتوصح ها كلشي رجع جانكي الهيروين روينا وكوكايين بازي ودا، وانا مصدق داك دابا داك الكوكايين وكاين الهيروين مزيانه هادي بريمير حاجه نقيه، لا لا غير كلشي بروكار كلشي بردويات كلشي مجحطن تمارة وروينا وهادي. وهادشي اللي كاين اخوتي بغينا نفكر شويه مرة مراك عجبني هضر على طنجة وهضر على الدري طنجة قدامين واخا ما نسميهمش يا ولادي، المهم انا غير كنهضر مرقم وتنفهم والسلام. وهادشي اللي كاين اخوتي ما نطولش عليكم ونخلو شي حلقة عاوتاني شي حاجة المرة اخرى. وهذه هي طنجة وهذه هي قناة باش العمراني فيها كلشي، ولا بغيتو شي حاجة حنا موجودين، والسلام عليكم.